فاري مالك في ايه؟ شفتي عمته عمال علي؟ عمته بتشوف كتير قوي. عمل ايه بقى علي نرفزك للدرجه دي؟ ما كلمه ما بيردش عليا. انت اللي كنتي بتكلميه وبيقفل عليكي ويقولي واحد صاحبه؟ لا هو ما بيقفلش، هو ما بيردش اصلا. مش هتفرق كتير. هو احنا مش كنا اتفقنا انك انت هتسيبيه يرن ومش هتعبريه لحد ما يتعلم الادب؟ بتطلبيه تاني ليه؟ خلاص اشربي بقى وعلى الله تشتكي منه تانية يا بنت صالح. يا عمتو انا قلت عيد ميلاد ومش هيجرى حاجه يعني المره دي ومسامح كريم. ولزومه ايه اللي عملتيه على الغدا ده وبوظت لنا كل التكتيك اللي عملناه؟ لو كنت تسمعي كلامي وتمشي على الخطه لغايه الاخر هتحطي رجل على رجل وتشوفيه هو بيلف كده حوالين نفسه لحد ما هيبقى خاتم في صباعك. والله انت احلى عمتو في الدنيا. هو ما قالكيش هو رايح فين؟ لا لا هو قال لي طبعا. فين؟ راح يقابل واحده صاحبته. عمته